في غينيا. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة علاء. أهلا مساء الخير أستاذ شيماء، أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخليك، أشكرك. في البداية كده أنا عايزة أعرف من حضرتك أكتر طبعا عن ظروف اللقاء اللي انتهى بالنتيجة التعادل السلبي 0-0 ما بين النادي الأهلي وهورايا كوناكري الغيني. هو بالفعل المباراة كانت فيها كواليس كتيرة جدا، الرحلة كلها كمان كانت حافلة بالكواليس، أجواء تدريبات، التدريب الأخير إزاي النادي الأهلي عمل تمرين تحت السيول وإزاي التخوف، إذا كان كان بيعمل حسابه إن المباراة ممكن تلعب في ملعب بركة مية اللي هو التمرين الأخير يوم الخميس، وفجأة واللعيبة كلها كمان كانت بتجهز نفسها إنها تلعب المباراة في سيول، وابتدوا يتكلموا مع بعض إيه الخطة إزاي، حتى الكابتن مصطفى كمان مدرب حراس المرمى عمل فقرة خاصة للحراس إزاي يتعاملوا مع الكرة لو المباراة أقيمت في السيول. لكن الحمد لله ثاني يوم رجعت الأمور طبيعتها جدا، الشمس كانت طالعة بشكل صافي جدا جدا وما كانش فيه أمطار، والأرض كانت جافة جدا، لكن الأرض طبعا كانت سيئة، لكن صحيح الأهلي قدروا، لكن النادي الأهلي قدروا يتعاملوا بشكل إيجابي جدا مع المباراة. عايز أقول لحضرتك طب بالنسبة بقى للرطوبة، الرطوبة كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله كان مع مرور الوقت، يعني كان بمجرد كل ربع ساعة بتعدي الجو كان بيكون أفضل لحد ما نهاية المباراة كان الجو كويس قوي، ويمكن دي الفترة اللي لعيبة النادي الأهلي فيها صمدوا قوي قدام الهجمات الأخيرة، كانوا تعبانين مرهقين لكن لو كانت المباراة أقيمت من بدايتها في نفس توقيت نهايتها، لا كان النادي الأهلي فرق كتير جدا على الأقل في أداء اللاعبين، اللعيبة تأثرت جدا جدا في الشوط الأول بالرطوبة. والحمد لله هم مش مبسوطين بالتعادل، يعني حضرتك لو شفتيهم وهم خارجين من أرض الملعب ممكن لاول وهله تحسي ان الاهلي خسران، يعني في بعض اللاعبين انا كنت في ارض الملعب في بعض اللاعبين حضرتك تبص على وشهم وهم خارجين من ارض الملعب تحس ان الاهلي خسران مش مبسوطين بالتعادل. انا كنت عايز اسال حضرتك دلوقتي على رد فعل الجهاز الفني واللعيبه بعد المباراه والتعادل السلبي، هل كان في رضا من الجهاز الفني ومن اللعيبه؟ رضا النتيجه في توزيع الظروف، بس يعني في ظروف المباراه، ارضيه الملعب، الحراره والرطوبه، يعني اذا ده اتحط في مقارنه مع النتيجه يعتبر نتيجه مرضيه، يعني اذا حطينا العوامل دي عامل عوامل مؤثره لا يبقى النتيجه طيبه جدا، لكن لو كانت المباراه اقيمت في ظروف طبيعيه جدا ودرجه حراره مناسبه وارضيه كويسه لا كان الامر يختلف، كان ممكن يكون الحزن اكبر. يمكن عشان كده كمان حتى مستر كارترون في المؤتمر الصحفي ما كانش سعيد ابدا، على عكس ما كان كله متوقع، يعني كل الصحفيين في المؤتمر الصحفي كل الصحفيين من غينيا كانوا متوقعين ان مدير فني النادي الاهلي هيحتفل بتصريحاته، ليه الراجل مش مبسوط. انا حتى سالته سؤال، هل انت حزين للتعادل او ولا مبسوط؟ قال انا ولا حزين ولا تعادل، ولا حزين ولا فرحان، النتيجه عاديه جدا، النتيجه سلبيه لكن بالنسبه لنا ونظر الظروف طبعا النتيجه ايجابيه، لكن طبعا احنا ما تاهلناش. حتى المدير الفني فيكتور، مدير فني حوريه كوناكري، على عكس كل الانطباعات في الشارع في غينيا، يعني كل الناس في غينيا خلاص بتقول ان المباراه انتهت وان الاهلي تاهل، لكن هو كان متمسك بالامل وقال انا مش هتكلم مع التحكيم، مش هتكلم مع عنصر التحكيم، انا كنت لعبت مباراه قدام فريق كبير جدا وما كانش عندي اي فرصه للمغامره، انا كان كل اهدافي ان انا اباغت النادي الاهلي بهدف في الشوط الثاني واستغل اجهاد لعيبه النادي الاهلي، وعلى امل ان انا اجيب هدف في بدايه الشوط الثاني، واذا حالفنا الحظ ونهيت الماتش بهدف ثاني يبقى شيء رائع جدا. لكن ده السيناريو ده ما حصلش، السيناريو اللي كنت ببني عليه للاسف كنت بلعب قدام فريق منظم جدا، فريق قوي جدا دفاعيا. بيقول انا طب انا كنت عايز اسال حضرتك عن هورايا كوناكري، ان شاء الله في المباراه القادمه في مباراه العوده اللقاء ده هيكون لصالح مين، من يعني ايه في ظل رؤيتك بقى للفريق عن قرب؟ لا بالتاكيد طبعا فنيا هيكون صلاح النادي الاهلي طبعا بالتاكيد، يعني لان الجهاز الفني اكتشف على ارض الواقع ثغرات كثيره جدا جدا في فريق حوريه كوناكري، يعني فريق حوريه كوناكري يمكن اهم ما يميزه خط الوسط، يعني هو يمتلك لاعبين مميزين في خط الوسط، لكن الخط بتاعه اللعيبه انا اتكلمت مع لعيبه قالوا ان الخط بتاعه متواضع جدا. حارس المرمى اللي لعب امبارح كان اللي هو بيرتي، ده الحارس الاحتياطي مش الحارس الاساسي، الحارس الاساسي اللي هو السنغالي قديم ناداي، ده كان موقوف انذارين. فهيجعلهم الحاجة الحارس. طب بالنسبة لرقم 30، اللاعب رقم 30 اللي كان محذر منه كارتيرون، ده لاعب هايل جدا، وكان في صورة غضب لما خرج من أرض الملعب الجميل اسمه مانديلا. مانديلا طبعا جميل، انك صارت كان مفاجأة بالنسبة لهم، لكن لما سألت المدير الفني ليه خرجته قال ان هو كان
كان صعب ليه ان هو يستمر بوجود الدفاع الاهلي، الدفاع الاهلي ساليب كولوبالي كان تقريبا قضى تماما على خطورته. كنت كان نفسي استغله في الكرات العرضيه، لكن سليب كولوبالي كان متفوق عليه بشكل كبير جدا في الكرات العرضيه. لكن ازعج اكثر ما ازعج النادي الاهلي امبارح هو خروج ثلاثه لعيبه مصابين، دي ازعج الكارتون جدا يعني، وخاصه كمان ان احنا ممكن لا قدر الله يبقى في مشكله في مركز المساكن بعد اصابه سعد سمير واصابه محمد نجيب. ومحمد نجيب تحامل، ما حدش يعرف كتير ان محمد نجيب تقريبا اخر 7 دقائق في المباراه كان بيلعبها في رجل واحده. ففي مشكله، ووليد سليمان جات له كدمه في وجه القدم. ففي 3 لعيبه مصابين، يمكن حتى يمكن محمد نجيب بدا العلاج في الطياره النهارده، يعني مجرد ما ركبنا طياره العوده محمد نجيب ابتدى يعمل تدريبات العلاج. كان ثلج طول الرحله، اللعيبه كانوا مسندين بشكل كبير جدا. الظروف كلها يا الراجل المدير الفني فيكتور قال ان انا اذا خلاص انا ما عنديش حاجه ابكي عليها، وقال حتى قال لي حان وقت المغامره في لقاء العوده. انا قال في لقاء العوده مش هبكي على اي حاجه، انا في مباراه العوده دي هلعبها ان هي مقامره او مغامره هلعبها، هلعب ماتش مفتوح قدام النادي الاهلي، لان مش هقدر اصمد بشكل كبير جدا. وان كنت هحاول اعمل الجزء الدفاعي هيكون طبعا في حساباتي، احاول امتص للنادي الاهلي في البدايه، لكن قال ان انا كده كده في مباراه العوده في ملعب السلام انا هكون هفاجئ الناس كلها بمغامره هجوميه ان شاء الله باذن الله. استاذ علاء، عايز اعرف منك بقى في النهايه تفاصيل رحله عوده الفريق للقاهره. نعم؟ عايز اعرف من حضرتك تفاصيل رحله عوده الفريق للقاهره. لا الحمد لله، رحله العوده كانت رحله سلسه جدا. الطياره اتاخرت ساعه واحده بس، لكن الرحله كانت اسهل بكتير كمان، يمكن كمان توقيتها كمان كان سهل قوي للعيبه. اللعيبه كمان لما رحله العوده بدات الساعه 11 بالليل بتوقيت غينيا، 11 بالليل بتوقيت القاهره اسف، فكان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي كان بعد مباراه، فكانوا فرصه ليهم للنوم، يعني تقريبا كلهم خلصوا للنوم التام، كانوا مجهدين طول اليوم، كانوا بادئين اليوم بدري جدا. احنا ابتدينا اليوم امبارح محاضرة فنية الصبح، وبعد كده صلاة الجمعة، وبعد كده الغداء، وبعد كده محاضرة فنية أخيرة، وبعد كده خوض المباراة. إن الأهلي وصل بدري وكانوا متخوفين شوية من الزحمة، لأن الملعب في سوق، الملعب في سوق شعبي جدا، فالأهلي كان متخوف واحنا بدري الملعب. فلقيت النادي الأهلي كان التوقيت بالنسبة لهم، توقيت العودة توقيت مثالي، 11 بالليل ده كان توقيت مثالي بالنسبة لهم، توقيت نوم الطبيعي لأي إنسان عامل يوم جامد أو يوم شاق بالنسبة له. لكن كان كل الحديث كله كان بيتكلموا على العداله في الحكم التونسي السريري، ودي محتاجه وقفه بجد. يعني الحكم السريري ده امبارح قدم درس مجاني للحكام المصريين. انا وجهه نظري ان الحكم التونسي بالامس قدم درس كبير جدا للحكام المصريين، ازاي يقدر يطبق العداله تحت الضغوط، تحت ضغوط جماهيريه كبيره جدا، تحت ضغوط فنيه. يعني الجهاز الفني للفريق حورية كوناكري مارس على هذا الحكم ضغوط كبيره جدا من اول صفات البدايه. الجماهير مارست عليه ضغوط كبيره جدا، كان في هتافات ضده بشكل مبالغ فيه، كان في محاوله اعتداء بعد المباراه عليه من بعض الجماهير، حتى اثناء المباراه نفسها كان الجماهير بتلقى عليه زجاجات المياه، لكن الراجل كان عادل جدا، ما تاثرش بالضغوط اطلاقا، كان عادل لاقصى درجه يعني، وكان ووفر حمايه تامه جدا للنادي الاهلي في وخاصه في ربع ساعه الاخيره من المباراه. بشكرك جدا استاذ علاء عزت، وحمد لله على السلامه. بشكرك جدا. شكرا لك. تابعنا مع بعض اهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي عن طريق الجرايد، واهم المنشطات اللي اتقالت على النادي الاهلي. دلوقتي بقى ميعادنا نشوف معاكم اهم منشطات برضو، لكن الخاصه بمواقع الانترنت. بوابه شروق بعثه الاهلي تصل القاهره بعد التعادل مع هورايا. بوابه الاهرام كارتيرون اضعنا الفوز في غينيا، والاداء جيد في ظل الظروف الصعبه.